السلام عليكم مشاهدينا الكرام، معكم وصفات ام سلمان. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، تشاهدوا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم القرص، كيجيو خفاف ورطبين، كيجيو زوينين بزاف. نتمنى تشاهدوا الفيديو للاخير، ولا عجبوكم ما تنسوش الاشتراك في القناه والبارطاج باش نزيد نقدم لكم جديد الوصفات. ودابا ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه لهاد القرص مشاهدينا الكرام، كنحتاجو فيهم، عندي هنا كيلو ديال الدقيق الابيض، دقيق الفورس. هاد المقادير اللي نعطيكم فيهم كيلو ديال الدقيق، كنحتاج كاس، انا العبار بكاس العنبه، عندي كاس ديال الزيت النباتيه، الزيت العاديه ديال الرومية، وعندي كاس ديال سكر سنيده، وعندي هنا نص لتر ديال نصف لتر ديال الحليب، وعندي ثلاثه المعالق مخلطين ما بين النافع وحبه حلاوه، وعندي هنايا واحد خماره. انا غادي نسمها بالقشور ديال ليمونه محكوكه، اللي بغى يدير فانيا او قشور ديال حامضه ممكن يديرهم. عندي جوج بيضات، غادي ندير بيضه وصفر وبيض بيضه في المقادير، وواحد الصفه غنحيدو ندهن به القرص ديالي. وعندي هنايا معلقه ديال الخميره حبيبات ديال العجينه، وعندي واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، وعندي معلقه صغيره ديال الملح. صافي هاد المقادير هما اللي نحتاج. هاد المعلقه ديال الزبده غادي نضيفها في الحليب، راه الحليب سخنته من قبل، يعني دابا يكون دافي يذوب فيه. اول حاجه مشاهدينا غادي نضيف الخلاط الكهربائي باش تساعدكم بانها تجي زوينه ودغيا تخمر لكم، ما تستغلكمش الوقت بزاف. غنضيف هاد الحليب والزبده الكهربائي، غنضيف الملح كما قلت لكم، معلقه صغيره ديال الملح، خميره، سكر سنيده، زيت. ما غاديش نضيف غير النافع وحبه حلاوه وهاد الليمونه محكوكه، غنضيف الخماره. هاد المقادير كامل غنضيفهم الا النافع وحبه حلاوه والليمونه محكوكه، ملي ما غنضيفش غنخليهم حتى من بعد. كما قلت لكم غنخلي واحد الصفر ديال البيضه، غادي نخليه للدهن. غادي نزيد جوج كيسان ديال الدقيق، الدقيق الابيض، غنطحنو مع هاد المقادير. صافي مشاهدينا الكرام، هاد المقادير كامل غنديهم نطحنهم ونتلاقاو باش نكملو التتمة ديال الوصفة. صافي مشاهدينا الكرام، بعد ما طحنت المقادير كاملة مع بعضياتها مع داك جوج كيسان ديال الدقيق، دابا غادي نضيفهم في واحد الإناء باش نخليهم يختامر واحد تقريبا 10 دقائق حتى 15 دقيقة حتى تخمى ديك الخميرة. صافي غادي نغطيها ببلاستيك غذائي ونخليها واحد 10 دقائق كما قلت لكم حتى 15 دقيقة، ونتلاقاو باش نكملو باقي الوصفة. صافي مشاهدينا الكرام، بعد ما دازت 10 دقائق صافي هي راه اختامات كما شفتو. صافي دابا غنضيفو لها باقي المقادير، نضيف لها القشرة ديال الليمون، وهنا عندي كما قلت لكم 3 معالق ما بين حبة حلاوة والنافع. صافي دابا غادي نضيف الدقيق، نضيف ما عنديش هاد الكمية كاملة، تنشوف انا عندي كيلو ديال الدقيق، ولكن غنخلي واحد شوية تنشوف على حسب الدقيق واش راك عارفين الدقيق ديال الفورس كل مره تيكون بشكل. صافي غنخلي هذه الكميه تمشي نعجنها ونشوف، خاص يكون القوام ديالها مرخوف بزاف، يعني القرص باش يجيو ناجحين ما يكونوش قاصحين، يكونوا مرخوفين بزاف. اللي بغى يجينا بايدو ممكن يجينا بايدو، انا ندير بالعجانه ونتلاقاو باش نشوفوا القوام ديالها. صافي مشاهدينا الكرام، بعد ما عجننا هذا هو القوام ديالها كما شفتوا، كتجي مرخيه هكا مرخوفه بزاف. صافي غادي ندهنها بواحد الشيء ديال الزيت ونخليها ترتاح، نغطيها ببلاستيك غذائي ونخليها ترتاح تقريبا واحد ساعه الا ربع. وهاد كما قلت لكم كيلو ديال الدقيق شاط لي منه هاد الشويه كيف ما شفتوا، تقريبا واحد نص كاس ديال العلبه
ما درتش كيلو دقيق كامل، داكشي قلت لكم ديرو وخلي واحد شويه تشوفوا على حسب الدقيق. يعني كما قلت لكم شات لقيت شويه صافي غنغطيها، خليها كما قلت لكم ساعه الا ربع حتى لساعه تتخمر ونتلاقاو باش نشكلو على شكل كويرات. بعد ما دازت ساعه مشاهدينا الكرام راه خمرت ضاعت الحجم ديالها. بالنسبه لي انا خليتها ساعه، اللي زربان ما بغى ما عندوش الوقت باش يخليها ساعه يشعل الفران وتيسخن وتفيه ودير فيه الاناء اللي فيه العجينه غادي تخمر لكم دغيا. صافي نخرج ندير واحد شويه ديال الزيت نخرج لك الهواء اللي فيها. صافي نشكلو على شكل كويرات، كتشكلو على الكويرات الحجم اللي بغيتو يعني صغار ولا كبار على حسب نتوما وشنو بغيتو. صافي انا ندير على هذا الحجم قد هكا ونحطوها في طاوه مدهونه او فيها ورق الزبده، ديروا ورق الزبده او دهنوها بشويه ديال الزيت وشويه بشويه ديال الدقيق باش ما تلصقش ليكم. وتحاولوا تباعدوهم حيت العجينه مرخوفه وما غادي يتنفقوا ملي غادي يبداو يخمروا باش ما يتلاصقوش ليكم ويخسر الشكل ديالهم، باعدوهم ما تلاصقوهمش بعضياتهم. صافي مشاهدينا على السمر بهذه الطريقه تنكمل العجينه كامله اللي عندي. بعد ما تشكلوا مكورات تحاولوا تبسطوهم غير شويه غير بحال هكا باش غير شويه ماشي بزاف. صافي ونتلاقاو ديك الساعه باش ندهنوهم بصفر ديال البيض. صافي مشاهدينا بعد ما كملنا العجين ديالنا هذا هو هذه الكميه اللي عطانا كيلو ديال الدقيق، عطانا طاوه كبيره كيف مشيتوا معايا. صافي كورناهم وقرصناهم واحد شويه. صافي داك الصفر البيض اللي حيدنا قبيله من المقادير صافي درت فيه واحد القطات ديال الخل عند نبيل وجه ديال القرص ديالنا. عندي هنايا الزنجلان او السمسم كنذوقو به. صافي مشاهدينا بعد ما ندهن جميع الكوارات اللي عندي ونرشهم بالزنجلان نخليهم يخمروا المره الثانيه تيتضاعف الحجم ديالهم وندخلهم الفران نشعلوا لهم من التحت تيتحمروا من التحت ونشعلوا لهم من الفوق وتنتلاقاو في الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي مشاهدينا الكرام ديال القرص بعد ما خرجتهم من الفران. كيطيبوا من التحت مزيان كيجي هكذا هو الشكل ديالهم، من الفوق كيجيو رطبين كما كتشوفوا راه كيجيو رطبين بزاف. خليتهم تقريبا المره الثانيه يخمروا تقريبا ساعه الا ربع حتى تضاعف الحجم ديالهم، عاد دخلتهم من الفران كما قلت لكم شعلت لهم من التحت حتى تحمروا من التحت عاد شعلت لهم من الفوق. راح نحل لكم وحده من الداخل المشاهدين باش تشوفوا الشكل ديالها. كتجي رطبه وكتجي من الداخل رطبه بزاف. نتمنى القرص ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وما تنساوش تابوناو عندي في لاشين وتضغطوا على زر الجرس باش توصلوا جات الحلقات ولا اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله.